مستمرين معكم مشاهدينا، أكيد بتضامننا مع القضية الفلسطينية مهما طالت الأيام فهي بوجداننا وقلوبنا، وأكيد اتحاد كتاب العرب ما زال مستمر بوقفاته التضامنية اليوم يا رشا ودعمه للقضية الفلسطينية. أكيد دائما القلم هو سلاح فعال بالمجتمعات للتاريخ وللذاكرة، واليوم طوفان الأقصى سوف يسجل للأجيال القادمة. وقفات تضامنية كتير كانت لاتحاد كتاب العرب ليعبروا فيها عن تضامنا مع فلسطين، مو بس اتحاد كتاب العرب، كل حدا مننا من مكانه ومن مكان عمله كنا عم نحاول نوصل صوت ان نحن اليوم مع هاي القضية الوطنية الثابتة. اليوم رح نحكي أكثر عن اتحاد كتاب العرب والوقفات التضامنية ودوره بتوثيق طوفان الأقصى وكل المجازر الوحشية اللي تمت على الشعب الفلسطيني. وضيفنا لليوم هو القاص والروائي أيمن الحسن، أمين سر فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب. بيسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا. أهلا، صباح النور، و نترحم بداية على شهدائنا ووقفة إجلال وإكبار لأرواحهم، ونتمنى الشفاء للجرحى، ونتمنى هذا الكيان المغتصب يرتدع يعني عن هذه الجرائم الوحشية اللي ما زال يمارسها حتى الآن. تماما أستاذ، خلينا بداية نحكي عن تضامن الشعب السوري بكل فئاته مع القضية الفلسطينية، مع الشعب الفلسطيني. يعني هي يمكن كلمة تضامن هيك شوي قليلة، يعني القضية هي قضيتنا بالأساس. وإذا رجعنا إلى الخلف قليلا سنجد أنه العديد من الأدباء يعني قاموا بالذهاب إلى فلسطين، منهم على سبيل المثال الدكتور عبد السلام العجيلي اللي ذهب مع المجاهدين إلى فلسطين، ومنهم طبعا العز الدين القسام، هذا الرجل اللي ابن جبلة الذي أيضا قاد الثورة في فلسطين. هذا التضامن يعني جزء من حياتنا اللي نحن بنعيشها دائما، لأنه هاي القضية قضيتنا بالأساس. هلا أنا بوحدة من بإحدى رواياتي اللي هي أبعد من نهار يعني حكيت أنه الناس اللي كانوا بالجولان لما إجوا اللاجئين الفلسطينيين قالوا لهم جيتوا جبتوا لنا البلا، فأحد اللاجئين بيقول لهم يعني إخواننا اللاجئين بيقول لهم البلا جايكم فينا وبلانا. وحقيقة هذا الكيان الصهيوني يعني اللي حتى الآن لا يوجد خارطة لحدوده، فهو حقيقة خطر ليس على سوريا فقط وليس على الدول العربية فقط، ربما يكون خطر على العالم كله أيضا. إن الحديث عن الوقفات التضامنية، اتحاد الكتاب العرب يعني من بداياته يعتبر القضية الفلسطينية قضيته، والكتب التي صدرت عن القضية الفلسطينية بكل أجناس الأدب فكريا وقصصيا وروائيا وشعرا وإلى آخره، الكثير منها كان يتحدث عن القضية الفلسطينية. يعني هي حقيقة قضيتنا، هي جزء لا يتجزأ من الواقع السوري اللي نحن عايشينه. هلأ أنا اللي بدي أحكي عن الوقفات التضامنية، حصلت عدة وقفات تضامنية باتحاد الكتاب العرب والكل كانوا معها، وكانت يعني تعبر تعبير صادق وحميم عن وقوفنا مع أخوتنا في فلسطين بشكل عام. الوقفة التضامن اللي حصلت بفرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب كانت هيك خليني أقول مميزة بهذا الحضور لمجموعة من أطفال الطلائع، يعني طلائع مدينة دمشق مشكورين، أحضروا عدد من الأطفال، وما بعرف أنا كيف بدي أوصف الحالة. يعني إذا طفل بهالمرحلة العمرية هي وهو عم يعني يتحدث عن فلسطين بهذا الشغف، بهذا وكأنه يتحدث عن عائلته وكأنه يتحدث عن بيته عن أهله عن عالمه. هلا قد يقال إنه المدربين دربوهم، لا، في شيء حقيقة أنا أشعر فيه إنه مواطننا السوري بشكل عام يعني في التصاق بالقضية الفلسطينية، التصاق بهذا الشعب اللي كلياتنا بنعرفه أنه على حق، وجاء من اعتدى عليه واغتصب أرضه وأخذ وطنه، وهو يمارس الآن الجرائم الوحشية على هذا الشعب لسبب بسيط، أنه هذا الشعب أراد أن يقاوم. المقاومة أنا بشوف يعني نحن
عم نتحدث بهذا اللقاء معكم بالإخبارية السورية، وفي ذكرى مهمة اللي هي ذكرى إعلان حقوق الإنسان اللي بتصادف اليوم. فبتساءل المرء أنه أي حقوق للإنسان وهذا الكيان المغتصب يمارس هذه الهمجية والوحشية ضد المواطنين في فلسطين عامة. الحقيقة في مسائل كتير لازم يعني تقال إن كان على المستوى الأدبي أو المستوى العام حول هذه القضية. نحن مع القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية هي جزء من قضيتنا، وأرضنا ما زالت محتلة في الجولان، ونحن نناضل من أجل أن نحرر الجولان وتتحرر فلسطين. وكما قال الرئيس القائد يعني فلسطين هي جنوب سوريا. إن شاء الله أستاذك، إن شاء الله نشهد هذا النصر وهذا التحرير يعني في الجيل قريبا. طيب أستاذ، ذكرت حضرتك الوحشية اللي مارستها القوى الصهيونية على فلسطين، وبالضفة الأخرى نحن عم نحكي عن الإنسانية، عن إنسانية الشعب الفلسطيني في معاملة الأسرى حتى الإسرائيليين بعد الهدنة. خلينا نضوي على هذه النقطة. هذه النقطة مهمة جدا، وحقيقة يعني هذه النقطة ليست جديدة. الفتوحات العربية منذ القدم يعني عرف العرب بأنهم أرحم الفاتحين. هاي مسألة كتير مهمة وبتعنينا، لأنه نحن بنضالنا يعني قتالنا ضد هذا العدو نتقيد بالأخلاقيات العربية التي كانت. يعني كانت الأخلاقيات تقول لا تقربوا من معبد، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا حيوانا إلى آخره. فهذا الموضوع أساسي لدينا نحن، وهذا الموضوع نحن الآن نراه بما تقوم به المقاومة الفلسطينية في الأرض المحتلة. هم يعاملون الأسرى بهذه الإنسانية التي تعبر عن أخلاقيات وحضارة وثقافة هذا الشعب. بينما العدو الإسرائيلي يعبر أيضا عن ثقافته ووحشيته بهذا الموضوع. وخليني أقول مسألة يعني أنا بالنسبة إلي أراها مهمة، وأتوجه بهيك فيها لأدبائنا السوريين عامة خاصة والأدباء العرب عامة. علينا أن نركز على الجذر الصهيوني للممارسات التي تقوم الآن في فلسطين وفي الأرض المحتلة. حقيقة الجذر هو من التوراة، هذه التوراة التي تقول بأنه هؤلاء اليهود هم شعب الله المختار، وعليه فهم يحق لهم أن يقتلوا، أن يدمروا، أن يفعلوا ما يشاءون. هذه المسألة يعني يجب أن نتوجه فيها حتى عالميا. هذه القضية ليست قضية عربية أو فلسطينية، بمعنى آخر أن هذا القتل ليس موجه فقط لأن هؤلاء فلسطينيين أو لأن هؤلاء عرب. الحقيقة هذا الكيان هو يمارس هذه الهمجية وهذه الوحشية مع كل شعوب الأرض، لأنه يعتبر نفسه أنه هو شعب الله المختار، فيحق له أن يستعبد الآخرين، أن يقتل الآخرين، ولا أحد يقول له ماذا تفعل. هذا الخطاب يجب أن نتوجه به إلى العالم. يعني أرجو من أدبائنا الأعزاء يكفي نخاطب بعضنا حول القضية الفلسطينية، كلنا نقتنع بأنها قضية حق وبأن هذا العدو مغتصب واحتل هذه الأرض، ولكن علينا أن نتحرك ونتوجه إلى الرأي العام العالمي ونقول هؤلاء طبيعتهم الوحشية والقتل لأي كان، لأنهم بالأساس في التوراة لديهم هذا المعتقد بأنهم هم شعب الله المختار، وباقي شعوب العالم كلها وليس العرب والفلسطينيين هم خدم لهم، هم يعني يفعلون بهم ما يشاءون، لأنه هن بالأساس معتمدين على هذه القضية وهذه القناعة التوراتية اللي هن شعب الله المختار. تمام، يعني أستاذ الأجيال القادمة رح تتعرف على أمجاد فلسطين من خلال الشعراء، الشعر والكتب. خلينا اليوم نحكي أكثر عن دور الشعراء والأدباء السوريين بهذا الشيء. هذا دور مهم حقيقة، وإذا كنا يعني حتى الآن لم يعني بالأحرى لم يقدم شيء كثير حول هذا الموضوع، ولكن هذه المرحلة من طوفان الأقصى، هذه المرحلة التي تعبر عن أنه المقاومة
لا تلين، المقاومة لا تنتهي حتى لو مر الزمن. سيأتي وقت ويمسك الأدباء والكتاب أقلامهم ويخطوا عن هذه المرحلة، وهم يعني سيخطون سطورا من ضياء، لأن هؤلاء المقاومين يعني في مسألة تكاد تكون أقرب للمعجزة. هذا الشعب المحاصر، هذا الشعب الذي يعاني من الاحتلال منذ سنوات عديدة، فجأة يظهر لديه هذه الإرادة على أن يقاوم هذه الآلة الصهيونية العاتية، ويخرج ويقول أريد أن أحرر الأسرى، أريد أن يعني أدعو العالم لأن يكون لي دولتي، يكون لي حضوري، يكون لي إنسانيتي. هذا الأمر يعني أنا أراه باختصار شديد أقوله، ما قبل طوفان الأقصى ليس كما بعده، وهذه المسألة سيتوجه إليها أدباؤنا وكتابنا ليخطوا بأقلام من ضياء للأجيال القادمة، بأن هذا المقاوم الفلسطيني والمقاوم بشكل عام في العالم لم يستسلم، لم يعني تخضع إرادته، وإنما قام بلحظة من اللحظات واستطاع أن رغم كل الغطرسة الإسرائيلية أن يقول أنا موجود هنا، أنا صاحب هذه الأرض، أنا صاحب الحق بأن يكون لي دولتي وأن يكون لي حضوري في العالم. يعني أنا حابب بهال أنا كنت أسألك محضر شيء، بدي أقرأ مقطوعة قصيرة جدا عنوانتها جدار برلين. امتطى الفتى حصانه وانطلق يعدو عبر بلاده التي حفظ أسماء مدنها وقراها لكثرة ما رددها أبوه فرناس أستاذ الجغرافيا في ثانوية فلسطين. فجأة ظهر أمامه جدار ملتف كالأفعى، فركب عباس جناحيه ثم طار فوقه، وسرعان ما التقى رفيقه الفدائي خالد أكر بطائرته الشراعية، فانطلقا معا نحو مدينة القدس. يعني هذا جزء من الكتابات، خليني أقول، اللي يجب أن نساهم فيها من أجل أن نقول أن هذه القضية قضيتنا، من هذه وهي قضية حق حقيقة. يعني الكاتب العربي أو الكاتب بشكل عام عندما يقف مع القضية الفلسطينية فهو يقف مع الحق. وأنا باختصار يعني بعض الزملاء أخوتنا الفلسطينيين الكتاب يعني يقولون لي أنك كتبت عن فلسطين أكثر مما كتبنا نحن، وهذه قضية يعني أعتز بها. وأذكر مرة من المرات زميلتنا وداد قباني كانت أمينة سر فرع دمشق لاتحاد الكتاب، قدمتني الكاتب الفلسطيني. طبعا أنا من منطقة جرابلس في الريف حلب الشمالي، فأنا قلت لها أنا أعتز بانتماء إلى فلسطين، هذه القضية النبيلة التي يعني العالم كله يتشرف بأن يكون انتماؤه إليها. وما نشهده الآن حقيقة يعني إذا انتقلنا حول الحالة العالمية التي تحصل، هذا انتصار كبير أيضا للمقاومة. يعني المقاومة لا تكون فقط بالسلاح، لا تكون فقط بمواجهة الكيان المغتصب والجندي الإسرائيلي، وإنما تكون أيضا بقدرتنا مثل ما حكيت قبل بشوي على توثيق وإضافة إلى هيك على أنه نتعامل مع العدو بثقافتنا نحن، بحضارتنا نحن. يعني نحن لا نتعامل مع الأسرى كما يتعامل الإسرائيليون، نحن لا نأخذ الأطفال أسرى، نحن لا نقتل الأسرى، إلى آخره إلى آخره. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي مهمة أيضا وعلينا أن نضيء عليها، كما أشرتم قبل قليل بأن الأدباء السوريين يتحدثون عن القضية الفلسطينية. نعم يجب أن نضيء على هذه القضية، لأن صراعنا مع العدو الصهيوني ليس صراع سلاح فقط. صحيح نزار قباني قالها، طريق واحد يمر من فوهة بندقية، هذا الأمر كان في ذلك الوقت حتى نقتنع أنه لا يمكن مع هذا العدو إلا أن نستخدم السلاح من أجل تحرير أراضينا. ولكن الآن الصورة اتسعت لنقول بأن هذه المعركة مع هذا العدو الصهيوني
تحتمل كل أنواع المقاومة، المقاومة الفنية، المقاومة الأدبية، المقاومة بكل أشكال المقاومة، لنثبت لهذا العدو الغاصب بأننا نحن أصحاب حضارة، نحن أصحاب ثقافة إنسانية، ونحن أصحاب هذه الأرض. فإن كنت تقتل وتدمر فنحن علينا أن نظهر الوجه الحضاري لثقافة إنساننا الفلسطيني وحضارته، ولنقول عربيا بأننا سنبقى حتى اللحظة الأخيرة أن نناضل ونقاوم، نحن كأدباء بالقلم طبعا. طبعا إذا استطعنا أن نقاوم بالسلاح لن نتوانى. يعني في وقت من الأوقات كنت أنا في الجامعة وكان العديد من أصدقائي وأنا كنت معهم بحصار بيروت، ذهبوا وقالوا نحن نريد أن نذهب إلى بيروت لندافع عن المقاومة، وهم زملاء يعني من سوريين من مختلف القطر العربي السوري. إذن علينا أن نقول أن هذه المقاومة تتجسد بكل عطاءاتنا الأدبية والفنية التي تثبت أننا في صراع، هذا الصراع مع شخص متوحش همجي قاتل يعتبر نفسه شعب الله المختار، وشعب إنساني متحضر ذو ثقافة وحضارة عميقة يقول هذه الأرض لنا ولا بد أن ننتصر مهما طال الزمن. تمام. إن شاء الله. أستاذ أيمن، خلينا هيك بكلمة أخيرة من حضرتك اليوم لكل الجيل الشباب الأدبي والثقافي اليوم، شو رأيك بهذا الجيل؟ واليوم أنتم كيف قادرين توصلوا رسالتكم بتحفيز هذا الجيل؟ سؤال كتير مهم، وأنا بشوفه أنه ضروري أن نتحدث عنه، لأنه حقيقة يجب أن تنتقل هذه الصورة عن فلسطين والقضية الفلسطينية وأحقية هذا الشعب بأرضه إلى هذه الأجيال. المسألة إذا أردنا أن نتحدث بصراحة فنقول ما حصل من حرب عدوانية على سوريا جعلت القضية الفلسطينية تتراجع قليلاً في أذهان الجيل بشكل عام. يعني البعض يقول أنه نحن أخي نريد سوريا ونريد أن، الحقيقة أن المسائل مترابطة ومتشابكة تشابك لا يمكن الفصل بينه. بمعنى آخر أن علينا أن نوصل هذه الرسالة إلى شبابنا، واتحاد الكتاب العرب يعمل جاهدا لإنشاء أصدقاء لفروع الاتحاد من الشباب في الجامعة وغيرها من المواقع الشبابية ليوصل رسالته إلى هؤلاء الشباب ويقول لهم أن هنالك قضايا أساسية عليكم أن تكتبوا فيها وعنها. طبعا لا تنسوا قضاياكم الشخصية وقضاياكم الأدبية الأخرى، ولكن هناك قضية مركزية هي القضية الفلسطينية، علينا أن نساهم دائما في أن نوصلها إلى أجيالنا القادمة. واللي حصل بفرع دمشق وهذا التضامن مع الشعب الفلسطيني يؤكد رغم كل الظروف اللي مرت فيها بلدنا سوريا أنه هذا الجيل العربي السوري لن ينسى فلسطين. هي رسالة بالنهاية أستاذ عم تنتقل من جيل لآخر يعني. بالضبط. وهذه الرسالة دائما تؤكد حضورها وتؤكد أحقيتها كلما تغطرس هذا العدو وكلما قام بوحشية أكثر، لأن الموضوع ليس موضوع أن يعني تكون موجود معي على نفس الأرض، الموضوع موضوع أن تكون معي وتريد قتلي، تريد لا تريدني في هذه الأرض، وهذه الأرض أرضي. يعني يأتي من لا يملك ليأخذ حق صاحب الأرض الذي يملكه. إن شاء الله بالنصر وهيك نستضيفك إن شاء الله وقريبا استضافة بالنصر إن شاء الله. وأكيد مثل ما ذكرت حضرتك ببداية فقرتنا الرحمة لكل شهداء فلسطين وأيضا لشهداء سوريا والشفاء العاجل للجرحى. شكرا لحضورك اليوم، نتمنى لكم التوفيق برسالتكم وعملكم ضمن الاتحاد. شكرا لك. الله يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم. شكرا لك أستاذ وعلى اتحاد كتاب العرب على الدور اللي عم بيقوم في اليوم في دعم القضية الفلسطينية. شكرا. الله يعطيكم العافية والنصر قريب إن شاء الله. إن شاء الله.